يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أخوتي الكرام، موضوع أنو كهد لينو وآه مواضيع ذا تن أغم يمسن وعلم ذو أيرونتي تلمامين محايا ليوا هلك علمي جنحر كيسة ودحيال وهلك ورع إيو قفك إنو نقض قف إسو حلال ميرد أه وهلك العبسي قو دنب وكسا أروره حيا لي فتوض وقف استاغي باسكي شارعة أيري وحو إلهي إذن كرب أنا إذن شيغي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وجددي سواسدة بركو قف كدي رضي إنو إلهي سبحانه وتعالى كترجمه وبراري إن رسولك صلى الله عليه وسلم بوسكي سيستاغو برتقفك أس هدوصا أهين قفك أقل مي إباس كاوس لغي متيسته هدوصا أهين إلان حلال بولاي هاي حرام بولاي هاي هدوصا أهين قف متيستي باس كاوس لغي والله بات يوابا آدي آد مالك يوم الآخرة الدنيا نوحان هوجي هلاقهن كما قال كلمة الفتوى قرانك معانيها وحقص أرار جل وعلا مرك أوليه في القرآن الكريم يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذا فتوضه والجواب ولويديو استفتوه والجواب لويديو فتوض والجواب لبحيو سادرت بالعلماء ذو حي جراهذين بركي كهل لي منصبك كما منصب آدي أدوي أما باسك كان استعرس كقفك ويشتاقي وميد آدي أدوي وحير الإمام الشاطبي قضتك آدي أدوي أحد ضيئة يسجي ابن القيم عيري نين كان فطوانا ياي وحو إسدقاي باس كي شارع إسدقاي هل كي شارع كهل الله بو كهل ليا وحو حليل الله بو حليل ليا وحو حران تنمين الله بو حران تنمين ليا وقف أبراري إنو باس كاو إشتاقا مركا مقام كمقام سهلا ما سادرت وما شاء الله ابن القيم رحمة الله عليه كتاب الله معنيه ذو إعلام الموقعين الموقعين وكسحي حياة علماء ذو يرادة هدي نينك باس كبقر كتاغا أما نينك مرحبا أو سيجنيتر كيس أما سعيه سأو هايستو ويهينين أن سهلنين حال ورقضة بحيس هذه الدائرة الحكومية كبحيس لنبال كان ملحوينها ودريو أما بقر كودريو تيم بريه سحن بارسن هدوسا ماشا جوجين نعيد إساقا باس كي ودي بتاي وتيم بارينيو أوشان هو سهلا ما هدي مقام كيس آدي أدوين قدر كأوليه أن أنو سهلنين ما لها وصر ريسو لليه قفوة كمو بحق وليه مدح وينها بويس كيس إنو كصحيحة أمو إساقون جوغن إنو صحيحة أم بقر كيون جوغن إنو صحيحة دي لليه كورن قفك إساقون فطوانا ونيري إلهي سبحانه وتعالى أيا إذن لها الله وأنا إذن شيقي وحو إلهي نكرر رسولك محمد أيا إذن لها الله أنا إذن شيقي وحو نكرر موضوع مركة مسهلا سادرتت علماء ذو حيرة هذين هدام حال وقيحة قيحتانك لدوان بصائر عند الفقهاء أي كم التهي إخبار عن حكم الله جل وعلا في إلزام أو إباحة القرافي إليه إلهي حكم كيسا لك ورمو وإليه وحن بعد إن كربا وحن مصر ما ينكرتان كان ويقوب النانتا إنها إنك لدوان أي علماء ذو مركعة المام سادرتت سلف هذه الأمة مسألة فتوى آدي آد بي أقدم آد إي آد بي سجي إلى الإنجليل
ولذلك حديث في صحيحين ابن عمر اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم يري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض بقبض العلماء. علم مركي ولا ما بروف صني آخر زمان كمرك للجهر علم يصير مرك لصوته وكتب تلقوينه مدير لكن مرب مرك كذب بيساي وحال وين دونا دتك علماء هذا لوين دونا مد بعد دماني مد كلا دماني مد كلا دماني مركي كوا اللي إذا نورن إله هذا لكل ما دتك وحوصه عرني من جهالة كدي بي دتك مركز دتكن وحي كدي كتان ملح إياه مرك دتك أهر سيادة كدي من إياه لويديا سيد دونا بيوجا جوابيان ويل ما دتكن ويل ما ويل ميان بين النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما حديثة وخطرت بضن ee nootil maanta waqtiga maanta aan ku jirno waxa dhici doona waana run maanta culimadii diinka laga soo gaaray ee kutubta qoray ee runtii kulaha inay fataawada booskeeda istaagaan in lagaga dambeeyo ahid markii la waayay ba waxa soo baxay dad ma aragtay social media ka fatwada waxa soo baxay qof waxay doonta wuxuu doono oo maskaxdiisu ku dhacda sheega كم بحلال كم بحرام عامض وي ورتي وي جه ورتي وحدتك كو ورسيني ورياس احسن ديك كلي واله مسود جي وامد اله وامد رسولك هل شعبون نو كان ما كان ودا دا اسقب قبصني ما كان مس وح كلامهم بمعنى وحا ماشي انو ترسنينا اما با ماشي بوشكي نو تاغن قف ان اهل علمي كو ترسنين عامض انه وحي اكتود و هو اوغو موقدا انو قف عالم ويه لكن اهل علمي اكتود كما ترسن كامرك دغيستان اسو ku jira media mid kale markay dhageysan isagu media ku jira dadku markay wareereeyaan halka marka digniin ba ka tim dadkii salafa hadii umma ad-darami hadithi abu musa al-ash'ari al-gawri ulaha atharki maru khutbadee wuxuu man 'allama aw man 'alima 'ilman falyu'allimhu an-nas qofki wax bartay dadka ugu gudbi wa iyyahu an yaqula ma la 'ilma lahu bihi hay iska ilaali wuxuu san aqoon in dadka inuu u sheego فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين كدي من أول نقطة قف سيدة فلارت قمونك وقال هذا يقوسك أكل الدينك وكبح كدي المتكلفين أول نقطة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسالة سنة حاهد وأنني نقارسين وحنا إذا ما ويدي سنة وما أنا من المتكلفين وحن علماء كفة سيران وحانا نجرين إذا ما شيقين عبد الرحمن بن أبي الله يقول وحان الله وحان سوى قارب بقل إلا باتان أنصار أنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي ميت سؤال لو يديو حول هبل ويدية هبل ويدية هبل ويدية ومين هو الآن وكل دعين إنه مركي أبريرو أركض واحد دعي كرتبة بغير هذين سيدة أتلمان الشعبي يعني الحسن أبي حسين أركض واحد أبريريا بيقول إنه كجواب المسألة هدو ما أنت عمر الخطاب وجوغي لها ودكي بدر كقيب قرار رمب أورين لها وليه ورمحات كديه لهذه المسألة ذن ما أنت حلقها ميت يرو ما أريتي أنت ماشي صفر يستأون كليه سو الداية له مركب مركب كل ليه في ضطك هيثم ابن جميل وتمام يعين وحن أسود جوجي الإمام مالك قال ويدي أفرت أن يسدد مسألة ضاد ذلك قاركي وحين صدنا يلح مسألة ضاد مدر بنو كجواب لا أدري ما كرني حيا لا أدري نصف العلم علم كام مقنع لا أدري هدا ترى حيا له هدا أدو كرني ميت كلا كعيال هبا جرو إلى يبر وفوق كل ذي علم عليم إذن معناها سواء معناها أقوم هم سون إلهي نعنى له ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وهي عربية ذي نساقة هذا قيان وبيانا ها إسكاقة دواقين وهدهين هذا حلال وهذا حرام ويبنانته مبنانا ويبنانته مبنانا صاحب قرنا ليش محيالا اللي تفتروا على الله الكذب محيالا وحنا لنكو اللي بهم هدينا كاهن حتى إلهي كبين أبورو لام توحي نقوم كرتا لام العاقب هدين أجيئهين أوام محي هل كأودا بيساي فتاويد هذا مزيف كأه وحنا حالي ليس وحنا حاران تنمي ليس وحي كسو بيشم مدونتا ما اللي هي اللي افترع على الكذب خطرت هذا المرخل هذا هذا بسالف كأرن كساسي وقال لي لي جيرين وانا اكدى قال لم يجيرين مانا ين اقولين وحيدا نفقه هذا ولم يدي هاي قف يري انا قاعد لينا وضضو تاقيها برتن كذا وضضا هل كان لون مرة وضضا هل كان ميدي كبح هل كان بيدح كبح هل كان بيدح ميدي كبح قف وضضو تلمامي كورن هدي مال بهجوية أما كين أو حالة يعني ما رأيت يدقاق يوح مركا افتراس خصوصا ما يعني هدي ماشي الجوعان مال علو قدر كرا الضبا نينكا قشن أما هون مع عشاق هون برديس أوتا هدوسا أقانتي أنو لهين
gunti aqoonta hadduusan hoos ugu dhaadhicin waxaa laga yaaba wuxuu doono inuu iska sheego halkaana khatar weyn baa ka imaanaysa. Walidaalika ibn Taymiya masalada aad buu u adkaa. Walidaalika wuu ka hadli jiray markaasi waxay yidhaahdeen kuwa weydii waxay yidhaahdeen ajucilta muctasiman cala alfatwa, nio adigu ma halkaasaa lagaa shaqaalaysay, maantana fatwada baa ku dhiganta. Markaasu wuxuu yidhi nimanka ma aragtay wuxuu yidhi khabaaziinta ah ee waxa duba muufada iyo kimista duba iyo kuwa kooga ah kuwaasaa loo sameeyaa buu yidhi, laakiin walaa yakuunu cala alfatwa muxtasib, booska kan muxtasib uma baahna, uma baahna hawshan, uma baahna buu yidhi. Haddaba haddii marka qofka dhakhtarka ah ee aanan aqoonin waxa uu siduu dadku u daweynayo dawo kasta dadka isaga qoray meeshuu doonana jeexay, haddaan laga qaban dad waxaa soo baxaya gacmo go-an oo luga go-an oo keliyuhu laga saaray oo iyaga dhanba dawo kale markaa la wada geliy. Nafsa shay wey, waxaa imanaya dad loonsan baa imanaya, dad ribaa banaysa imanaya, dad meeshay doona ka dhaca imanaya, dad waxaa imanaya shay kasto ilaahay subxaana wa tacaala uu yiri wa maxaarim ullah, hala ilaali meesha doona kaga dhaco waana way dhacda. Walidaalika waxay dhahaan latiif ma yura fi hada albaab, alimaam axmed abu xaniifa fi lfiqh wuxuu qabaa qofka haddii uu yahay safiih, meeshay culimmadu dhahaan makase hadduu yahay, wuxuu qabaa inaan xijra lagu sameyn. Xijra waa maxay? Inaan qofka kan laga hor istaago inuu xoolihiisa isaga tasarufo. Wuxuu leeyahay maxaa maadaama qofkan bini aadam uu yahay, ha laga daayo bini aadam maadaama uu yahay safiihnimadiisa iyadoo la eegay, bimacnaa wuxuu leeyahay ixtiraama liaadamiyati. Laakiin markay taaganta baab alfatwa, markay taaganta wuxuu leeyahay maya dadka fatwada ku ciyaara waa in xijir la saaro, waa in laga xiro, waa inaan loo ogolaan. Hadday meesha dowladu ay jirto, dowladdaas waa inay dadka ayaan u ogolaan. Haddii meesha masjid uu yahayna masjidka waa inuu celiyo. Maraakiibta islaamiga waa inay diidaan oo yidhaahdaan hebel ma mathalo. Ee haddii dan laga xiri kara meelaha kale ummadda looga digi kara in loogaga digo, maxaa yeele masaladan iyada ee leh waan fatwaanya khatarteeda marka leeda. Nin baa wuxuu arkay Rabiica ibn Abi Cabdiraxmaan buu arkay oo Imaam Malik sheekhiisii ahaa, iska ooyey استفتي من لا علم له فظهر في الإسلام أمر عظيم. ما أنت وحاوح لويدي جواب لويدي ضدان أقان لهين بير هذا أرن علس وآد وين بع إسلام كختم مركز عير. ولمن يفتي هذا إسقى سيوت ولبعض من يفتي هنا أحق بالسن من السراق بير ذلك قاركي فتوضع بريري إلا الدين باك جوابينا in iyaga xabsiga la dhigo ayaa mudnaan badan halkii tuugada xabsiga la dhigi lahaa. Soo hadda tuugada aanu ka qaylinaa Soomaa tuuga hal qabta hal xero iyo dadka maaragtay shuftada wadada taagan iyo dadka dhacaya dadka furanaya waxaa ka daran ninka magaca sheekha kaarka u garaacan yahay ee sheekhnimada ku dhiiban diinta Ilaahayna wuxuu ka yaqaan aanay jirin be from bullies goat zero ka taagan inuu yiraahdo dadkan wax u sheegaya ama waan fatwoonaya halkaasi dhib markuu ka jiraa marka. Haddaba waxyaabahaas waxaa noo soo baxay degdeg fara badan baa meesha ku jira casrigeena aanu arkayna. Waxay dhahaan marka fuqahadu waxay yidhaahdaan qofka u bereraya fatwada waa inuu horta meel soo dhigo alkitaab wasunna, inuu fahmsan yahay qasab maha qur-aanka inuu xifdisan yahay. Inta ugu badan aayaatul axkaam bay dhihi jireen culimmadu ha xifdisnaado, oo weli rubaca ugu sarreeya baa xoogga la saaraa inuu qur-aankuna fahmsan yahay kow, inuu sunnada nabiga sal alay waslam say tahay u fahmsan yahay, inuu luqadii carabigii uu fahmsan yahay u dhadhansan karo. Luqadu suugaan bay leedahay, tix baa leedahay, waxay leedahay amthaal bay leedahay, inuu qofku fahmsan yahay. Wa inuu culimmada culamaau lfiq kutubta fiqiga uu la nool yahay oo uu fahmi karo madaarik alaxkaam halka xukunka kan la rabo in la haleeshisiiyo uu u yeeloobayo, inuu fahmsan yahay daraa'iq alistinbaat sida nafska loola soo baxo waxay dhahaan deducement sidaad uula soo bixi lahayd qofkii inuu fahmsan yahay kadalik maxaa culimmadu ijmaac ay ku noqdeen, maxay isu khilaafeen. Waxaa kaloo ay leeyihiin culimmada uma banaana qofaan usuuli fiqigii baran ama qiyaaskii baran ama cilladii baran ama shabihii baran ama wixii asaaska u ahaa fii baabi usuuli lfiqi inuu dadka u fatwoodo yiraah waan fatwoone. Ma banaana suu tilmaam mooye alimaam ashaati wuxuu leeyahy qof aanan aqoonin maqaasidi shariica. Waxaa laga yaabaa ruuxdu diintu waxay leedahay maqaasid bay leedahay, diintu shariicadu waxay leedahay badan iyo ruux bay leedahay. Haddaadan aqoon almaqsad maxaa loo xaaraantinimeeyey mal cilla. Walidaalika way ka digaan dadka fuqahada rasmiga ah. Qofku markuu faqiih yahay ama fiqi uu dhigay inuu yidhaahdo ikhtalafa alculamaa, Abu Xaniifa yidhi, Shaafici baa yidhi, kanna kan buu daliishaday, kanna kan buu daliishaday, war raajixu kada. Waa in horta fahamsan tahay limaada
الإمام الشافعي وخلاف أبو حنيفة. لماذا الإمام مالك وخلاف الإمام الشافعي؟ ليش دليل كان ماشى أو كان محا دليل كان ماشى كان ترجيحا أنت هذا كسو هذا مركب أو واردين محا كان المسألة الأرجح وماشى وهم يمسوا. ولذلك يقول ليها الإمام الشاطبي يقول ليها مركو تلمام إن وكلمة يقول ليها من أهمية هذا لو يقول ليها جعل العلم بمقاصد الشريعة. مركو تلمام لم يكتف الإمام الشاطبي بأن جعل له العلم بمقاصد الشريعة شرطا للاجتهاد بإنما بل جعله سببا للاجتهاد. يعني مقاصد الشريعة إلا برتاي شرط شروط اجتهاد كلية ما أنا وضدي اجتهاد كلو قاري لهان إني تا سادرت يروح إليه قف أن قوانين مذهب كان وحا هلك وأصولي سمحي تاي شافعي محا أصوله أحناف محا أصوله أصوله كون محا أصوله محي ديدان محي سود ويان محا أتسن هذا أنا قوانين أرنتي ما بيه كاسد وحي كل ليه مد أقومي مسرعته قف كهدوصا أهم قف ضد كلا النار واقع هدو كان حسين أنا أقول واحد جرة سيتويشن هذا الجرة محا صوب بحاج محا سود الرجال محا لصوص صاري محا تكنولوجيا تمد هدوصا حتى كور هينين ما فطوان كرا محايا لين وضد وحا ما شاء الله فطوان يا وربا كما هي قيب تانا قيب تضب هدر قصوق هذا نظرنا. علي الخطيب البغدادي كتاب في سلم على الفقيه والمتفقه الإمام الشافعي ومركة كورين يعلي حلال أو ماها دين إلهي إنه كهله قفانا أقول كتاب إلهي آيات وحنا سخذي آيات لا نسخي آيات محكمة تأييد متشابهة ما هي تأويل كيد وتهاي هل كي كسر دكت ما هي كسر دكتي مسألة ذا أي كهل ليس أي محيتها كدي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محا ناسخة محا منسوخة محا قرآن كأي حديث محا مركن أول حاجة ما هي مسألة كل دوينه سو قرآن وفسره أي وهي اللي ذهب دنا بس بصيرا بالشعر إنه يقان ضدك يهرب سوغانتي لغا دخلانه انو فهمسين هي غبا يغودي انو فهمسين بوم ان بروس بسكو ودا جيره انو فهمسين تانا marka waxay kala hadana u sii dheer wa anu malakayesh fahman wa inesh usan noqon in himar al kutub nin iska xambaarsan oo ma aragtay kutubta xambaarsan anu san noqon laakin wa anu fahmi karo waxaanu maleena maalmaha no dhanba xilli talib al ilmi inta am kasu halina masaa'ishan hoggan soo saarno waxa kala iyadana muhiima mas'alat al hifz iyadana muhiima inta hadana kaliye إناف ما هكما في اللانك أرتقفك محايلة مسألة الحفظ بها مهيمة إنو ربروي كرو حلو يدي الإمام عبد الله بن مبارك بأوحى اللي متى يفتي الرجل قار مقفك فطوء بحكراء ودينة إلهي كهل كرا وحيري هدو يا هي عالما إيش بالأثر وحصائر وإنو يقان وكتاب يصنى بصيرا بالرأي رأي سنة ونقضوا قف مركا هلكو ليه لها مسألة مربك رأي وبها أنت وثقافة العامة بعلوم القفصيران الثقافة العامة جانا النولج كينو يجي كي ينو فهم سيها محا الدنيا ذا كجر وإنو فهم سيها طانا مركا وحا عاون كرا ينو تاريخ ذي يقان ينو سيرة ذي يقان ينو علمي قبلشة ذي يقان سوشي ساينس كوح كلا صعود وح الله وحي الدنيا ذا كجر ينو كلا صعودو ولذلك هو مهم هذي أصوش هاس لو يقف كما فطوان كرا سادرت الخطيب البغدادي هذانا مركا لوحو لإعلم أن العلوم كلها أباريز للفقه علوم ترى أن أركي سيدا دنبا وحي عاونة يسا أما أبازير أتهي ويوضع كجارسين يسا أتهي فقهي مجر علمي فقهي كالصوهار إلا قفك أوبا هاي سيئة فقهي أوبارتي وحد كوكس بنت وح الله وحي علوم هدا أمتحني تي مادي حتى هدا النقطة تقيبها أقوم همسا سو قفك أوبارو ماشي مركة أسعودي وانا مهم وحا أن هدا أمتنامين ولذلك وحي ليهم قفك حتى وحكم هذا اللفظ وسيو ذا وحي إليه لأن الفقيه يحتاج إلى احتاج لأن الفقيه يحتاج أن ما إلى ما يتعلق بطرف عوبة هيا وحلا وحي له حريرة ظروف تن الدنيا دتك أموره ذا الدنيا أموره ذا آخرة عوبة هيا معرفة الجد والهزل كفتنك يمك بط الله الله خلافك محاك سهر جيد محا وحتري كري محا وحتري كري حتى وحي دهن مركة فطواني سل لهجاتك عامية عامية دا خدتك يكون هذا وين فهم سنت وحلمي بحال غيابة إنه كويدي سؤال كسابسا لقى مركع الاستعمال أو إسك دارجة أو عامية أو أنا نهاي لقى دي ستاندر كا قواميش تقري جست أنا نهاي ويراد هيو الباسايري سألو قد جوابي مسألة دا إيادا هدا هذا نينك لقى دي سأقوني لهجي دي سأقوني كما دي كما فوري كرتين مركي وكافر أنت مدي كرتين
hadduusan qabinna waad qabtaa ma dhihi kartid. Waxay ka mid tahay waxay culimmada ilmaam u yeelan jireen. Haddaba nin baa hadda ka hor oo dadkii xukamada ka mid ahaa ee xakiimiinta ayaa waxaa layidhi, hebelku kutub fara badan buu meel ku uriyo, waa nin sheeko kutub badan leh. Markaasuu yidhi kutubtaas muxuu ka garanayaa, muxuu ka aqriyay? Markaasi waxba makama aqrin. Markaas famaada tasnacu albahiimatu bilcilm, haddaba xoolo cilmi muxuu u sheegay, may u sheegayan buu yidhi. Yacni bimacnaa waa maxay qofka waxa meesha ku qoran inuu fahamsanyahay? Kutubta keligeed baan la noolaanayaana iyadana sax maaha. Kutubtii waxaa ku jira waaqici maxaa yaal, atharkii muxuu yahay oo kutubta ay kuu sheegtay, ra'yigii muxuu yahay ay markaa aad meesha kala bixi kartid, waxaasoo dhanna waa meesha aan u baahannahay usuushana ka mid. Saa darteed wuxuu leeyahay alimaam axmed ibn xambal wuxuu yidhi qofka fatwoonaya waa shan arrimood in laga helo. Shuruud buu sheegaya. Shardiga koowaad, kow, waa in arrinka keenu niyadu ay jirto. Masalat alikhlaasi waa daruuri. Anugu waxaan u sheegayaa waxaan rabaa inaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhawaado, dan adduunya kamalihi magac ku garaacan maayo, kaar ku raadin maayo, tayral dadku ay isiinayaan ma raadinayo. Waxaan rabaa inaan ilaahay ku dhawaado oo yowma alqiyaama aan la iweydiino, aan la dhihin war adaa kitaabka ilaahay wax ka bartay, sunnada nebiga adaa wax ka bartay, ninka xaaraamta ku dhacay maxaad uga celin weyday, labadaa xaaraamta ku wada joogay maxaad uga celin weyday, labadaa maaragtay sida khaldan diilkooda uu yahay, transaction kooda iyo baycooda maxaad uga hadli weyday, si aan la idhihin baan u hadla. Horta waa inay niyad jirto. Markaasuu wuxuu yidhi haddii niyadu ay timaado, kelmadda la sheegayo nuur bay yeelanaysaa. Walidaalika dadkii hore waxaad arkaysaa malaayiin min culimaa ayaa fatwooda, qaar baa nagu soo noqnoqonaya. Maantana waxaad maqlaysaa imaam shaafici aimadii waxaa la sheegaya, arbacada casriga cusuurtii dhexaa la imanaya, ibn taymi ibn muqayim baa la sheegayaa, hadda la imanaya bin baazi waxaa la sheegaya, ibn cuthaymin, maxaa nuurka u yeelay? Waxaan aaminsanahay biidni illahi subxaanahu watacaala in markii ay fatwooneen inay ikhlaas ka ahayd. Labo, qofka inuu yahay qof deganaan leh oo maxay akhlaaqna ay ka muuqato, laakiin inaan akhlaaq lahayn oo lagu yaqaan sakhaab fi laswaaq, oo fadhi ku dirirka lagu yaqaan, oo been sheeg lagu yaqaan, oo xusdoomariya yaqaan, oo shilin iyo waracaana lahayn, oo dadku ay yaqaanaan maqal iyo muuqaalna ay dadku ka dharagsan yihiin who these guys, oo dadku ay yaqaanaan, inuu yidhaahdo waan fatwoonayaa, iyaduna khatartayday leedahay. Qodobka saddexaad wuxuu tilmaamaya, wuxuu leeyahay waa in uu cilmigan uu dadka u sheegay mutamakin u yahay. Hal meeshii kaga timaadba masalada waa inuu fahmi karo, dharaan dirin karo, waa inuu markiiba ku xiri karo madaarigteeda sharciga, waa inuu markiiba istinbaadkeeda fahmi karo, waa in markii caalkii ay dadkii hore ay kasoo arooreen uu kasoo aroori karo, waa inuu masalada booskeeda uu dhigi karo. Waa muhiim. Shardiga afaraad uu sheegay wuxuu leeyahay alimaam axmed ibn xambal qofkaasu waa in noloshiisana uu meel saartaa. Oo macnaheeda waa maxay? Noloshaada haddaa meel saaran oo dadkan aad biil usoo raasatid, say doonaan kaa yeelayaan? Xukuumaddii waxay ka qaadataa noo fatuu baa lagu leeyay, berri masalada iyadaanu diidannahay dadka u sheeg kan waa xaaraam dheh, ilaa nin la biilaa tahay. Daalika waa tan ibnu sacuud laga soo wariyay, wuxuu yidhi lowlaa haadihi albidaaca la tamandala bi banu alcabaas. In yarbuu suuq yaro maaragtay suuq yaro almintaara dhahaan dadku maaragtay xoogaa yar buu wax markaa meelaha beec mushtari ku sameyn jiray oo beec shareer buu lahaa. Marka intaa yar gadisley uu ku ahaa oo afar kumi ay kasoo gashay, wuxuu dhihi jiray bidaacadan haddayan jiri lahayn, intan yaro afarta kumi kasoo gasha haddayan jiri lahayn, la taman dalabi waxaa istaraasho iga dhigan lahaa, warqad lagu tirtirta iga dhigan lahaa, oo istaraashuun iga dhigan lahaa reer banu cabaas. Waxay doona iga yeeli lahayn iyaga maamulka haya, mishaar baan ku siinaa, biil baan ku siinaa, gunnaan kuusoo tuurnaa, dadka xaaraam leh dadka xalaal leh baa la dhihi lahaa. Marka qofku waa inuu mustaqil noqdo. Waxaa kaloo iyadana qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay dadkuna inay ninka yaqaanaan, oo ah micna macrifat dadkani inuu yaqaan, oo ah aan ula jeedo waaqic annaas maxaa xayaatadooda ah. Taana waa muhiim iyada masaladan iyada. Walidaalika waxaan idiin tilmaami lahaa hadalkii ibnu lqayim uu leeyahay in alfaqiiha huwa man yuzaawiju bayna alwaajib walwaaqic. Faqiihu waa ninka markiiba saa isugu keena, lamaaneysiiya waajibka diiniga ah ee saaran iyo waaqica saaran, labadoodaba inuu isku keeni karo, haddii kale markaa uu ka dhacsan yahay. Haddaba waxaan idiin tilmaami lahaa maanta waxaa jira majaamic fiqi waaweyn baa jira, majaalis fiqi ayaa jira, fataawo fara badan ba say u fatwoodaan. Maxaa yeelay sheekha diinta bartay haddii la weydiiyo mas'ala la xiriirta mathalan haddaba aan kasoo qaadanna waaqic hadda jira, mathalan coronaviruski wax la xiriira oo kale, dawada dadku ay qaadanayaan oo kale, tallaalka la qaadanayo oo kale,
أما لو يدي مسائشا هذا مستجدة أي عصوبة وكالة هراء يعني أجري جرين أو كالة مثلا بنكي وحجر بنك الرضاع لو ما جعابه محل جي إلى يا بنك جاس إسبتال هذا كيال يعني إنت الله تجو وعانا إنت الله جسوب هذا كده من المكلة اللي نجي حكام كده على نية محل يسوي ديني أو كالة برينك جارمو إنت محل يسوي ديني أو كالة قفك لايف سبورت تيجي ملقى ساري كرا حال إذا ودينا كنينين هدي لقاطة جبرنا وبنان تا إني كنينين قاطة تسي عادة دي بقول مسائلش مرك احتمال أما مسائلش إنت مسائل مرورية وترافيك لحريت محي سميا ضدك مجالس المجامع الفقهية وحي سميا مسألة هدي عافي ما لحريت أن أختارك يا الله يرى هدي مسألة ذو لحريرتو هندسة أما إنجنيرين لحريت أن إنجنيرة ده الله يرى مسألة هدي لحريت سياسة ضدك سياسين تالله يرى علوم مرك دقيستان ضدك كلام هذا مسألة ذم هدي كنينين جواد أي قاعدة تو أو أي ترى هذو حان ربا إن أي عادة يقول عين بالرمضان سي عن رمضان ك أنا مال إجت تجينا اعتكافه ما قاعدة كرت هدي يرى دختر كي واحد لبعتها وحق عافي ما كي كي إمر يا مركب عمله كل يديق من بورير يا هدي يرى فقيه مركب عليه مسألة سوي بنانت هدي يرى لما يضرر باكوجرو لب كي إمر يا عافي ما ده فقيه عليه من بنان ساسي علوم قصليان يعني. وحلو يدين إنك كلاء اقتصادي واحد مسألة ذا يلا نقالها لحريتاي سوق محون نقنية تضخم ما إمانية إنفليشن ما إمانية نقالها محون نقنية مركي مسائش اللي قاعد لكدي أي فيق المعاملات لفت وضع لكن ده كان أن تم قرار مثل صهر دجو يلا تاء أن الله من تنا أن الله من مركي بدت كلا بقول لي فقتلت هذا لذا مركه هذا محاي ما بنان مسائل فربضان ما أنت مدون مسائش مسيري جاي أمامي جاه أعدادك كوضع بحيسان هل قفوا أنوسان علن كأنو أسيدين مركي مسيري تاعي أو أمامي تاعي أو مسألة أو ديستاين أي تاعي أو مهم أو مستقبل كهالليب أو ضد بربورين كرا أو مات كرا أوليك كرا أو مات هاس أوليك كرا دقال أوليك كرا نبات كيني كرا مسألة مركي تاعي أوكالي قف كسي أنو مكروفن جي صهر ديا ماهن وإن علماء وضع تشتان وإن مراجع جستاولي لك ملاحظة أقوين علماء الصومالي اللي هم محي مرجعيات مجيران يوم بكل جيسو صعدا مرجعيات ما أنت وحي كوسا أوروتين مراكز تون مركز كان هلا بعد جوجا هلا ويديون بيتاعين تاعي ماهر مراجع مجلسته هل كوال عليهم كلي عرب تاعي باكستان تاعي ضد كلا مسلمين تمراجع إليه وحكوا له يا ذا مهمة ضد كونه كلا قانا ذي سيهين مر أن 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 ماليزيا جوجا وحن حسوسته مسائل دينية مال بوساد إسلام الله دوها إسلامي سنتر وأي جوجا رجع أزريين تاعها جامعات عرب كسب بحي مهلات علمي سر سرية وتا هم بفتوان جل معلن كان كان يا قرآن كيسين ودقو متك كلا لو تلقى إن هالكتاب فقي وطرتنا ودقة ضد كاتيجر كلا يحضو لكن يسكت ضيو معلن في قرآن كدقة إنه مسائش فقي أهرج بوساد إسلام جوجا وهو يشتو دولة بشقي كقبانيسة وإن جرت مركة وحاي رانا يا مركة هدا سلام غير هذا ماشي وحاجة لأني من أرجت ميديا حسان أو صانة ضد مركة إزدعيدين أو كلا ميديا ما أنتوا حقاتي بالله يكتاعين أو ما أردتي ياك هاقبت يكتاعين فتاويذا هذا يسأك سوف ليس ذات كان المؤهل كاهين مركي ويرات على الأقل على الحكاية ومركة فتواني سوى حد هذا شيخ فلان بايري مسألة هل كاسيكو قرانتاي وحي علوم هذا الشيء على الأقل ما هذا إسناد كسم يسيد وأتقرك لأتي لسيد على الأقل تكون براء ذمتك على الأقل إله سبحانه وتعالى وحبديه كرتا أنو داعبان هاي مسألة لكن وحا وفتوى هبل أما مجمع فقية أما اللجنة الدائمة أي فتواتي أما شخة الأزهر أي فتواتي أما الإفتاء الأوروبي أي فتواتي أما كاسا كوسو قبني أذي كو طال ناشا المركة لا أذي لهي تانا وأيضا مهم وحقلو أن ديه لها جبا جبا ذي كلمة دا تا وحاي أسعوتي ذاتك الدعاء ذاتك علماء دا أما ذاتك علماء دا شيء اسمه بحنوا بعلمه ذات كان علماء دا أهين لكن ذاتك علماء دا حرم بأسعوتي عاما دا وحان ديه لها عاما وحان إنا إدعان إذن كاسابوه محايلة إذنك آيات دربان ذا أقراعة قفآنا متيسن محايلة ما أنت مركة أد فطوذي لبت أهيد إحق كوشيغي لهيد مركة أد ناشف كوأرك تبنى مركة واتكالي حانيسا ميد يروح وغير قلدان هو ذا ذا وفقصن وحالك يابا شير كاق أنو بطو فلو قاق أنو بطو وما أنت نكومنت تيقاق أبطا محايلة هلكي أدربتي ماشي أدربتي با مركة لغو أبار وعيكولو لغاية سوحكتي إن أي سلفك إليه جري من تتبع الرخص تزندق وفكي انت هم بيك سهل انت كم با سهلا كم با سهلا قفكي رعرع وفكا زنديق نما قدام بيس الدين كبحبه قدام بين دوت مركا ادي واحد راديسا كو سوده جري ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم علمك كان وادين
هدبا دينكي نعيد عاد كا قادان هيسان اسكا ايجا قف كاست ادو ها ادي نين كاست هدو كونتن تايتل كو شاكتو او انتا صو جامعات صو مرا اي ميما وحا ميما قف كان دين كان او شاكي ما يقان لابا استفادة ما لايه علماء دا مور موار خاتي كعان انو يهان نين ممتاي سمي ماشو وحكا سو اقرس محايتا هلكو وحكا قاتا محايتا عربي بان اقان ميو مدو كو عبايا عربي بان اقان ميو كو عبايا wuxuu leeyahay maaragtay waan xogsi sheekadan marka xogsiiga in inta xisnimada iyo darsiga maanta al hilla fi talib al ilmi an markii ba gali doonana mowduucaas xiriir buu leeyahay halkaas marka dhameystiran karta waa muhiim marka tazandiqnimada in la iska ilaali waxa kale oo yooda muhiima ha u su'aal xumeyn in culimadii maxay la xadii loo su'aal xumeyn iyo jawaab xumeynaya adigu sida xaqiiqda tahay sheekh waxa kale oo ogaataa qodobka kana masaa'isha ugu badan yar la isweydiiyo fariinka ugu badan oo uu sheekhan leeyahay kan buu weydiinayaa waxbuu u sheegayaa wuxuu rabaa inuu dalqada ma dhicin kan buu aadayaa waxbuu u sheegayaa kan haduu leeyahay kaa dhacday mid kale uu aaday ilaa uu ka helo midku isagu rabay marka fatooda already qalbiga ugu jirta wuu diyaarsanta keliya wuxuu rabaa mid marka u timbaray halkaa khatarteeday leedahay waxaan kaloo dhihi lahaa marka waxay culimmadu dhahaan nin baa nin uu imaanaya sheekh buu imaanaya wuxuu leeyahay sheekhow kelmaddaa baan yidhi laakiin aniga dalqad ulama jeedin culimmadu marka waxay leeyihiin ديان فقهيا قضاء تلقضى صمدع لكن ديانة أذي كوتال أذي وسيدات إيه وشك تنك وشي وحاد يتري مركا تلقضى الرداي أنو مير كي مجوغين باتري محس مهو بتاها وحب مكال أغين مياها تلقضى كامدين لكن أذي ويس أكت تلقضى مركا كان حسين شيخا مركا وحا وكوشي وكوم حالي ليش مركا ديانة نواشي قضاء نواشي هل كاسم كوشو قبيل هكي المدى وإلى هنا بالله التوفيق وأن مع سنتين دقيسينا إلى وحن شيقين هكذا وح إلهي سبحانه وتعالى راضي كيها وحن كل قلب ضمنا إلهي سبحانه وتعالى يعفو بالله التوفيق